الرئيس السيسي ونظيره الروسي يبحثان مستجدات التصعيد الراهن على قطاع غزة ويتوافقان على ضرورة تغليب مسار التهدئة. وزيرة خارجية فرنسا ترحب بمبادرة مصر لعقد مؤتمر دولي حول الوضع بقطاع غزة، وبلينكين يشيد بجاهزية القاهرة لتقديم الدعم الإنساني للقطاع. تواصل الغارات المكثفة على قطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 2800 شهيد، والاحتلال يقر بوجود نحو 200 أسير إسرائيلي في القطاع. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، حيث تم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيسين توافقا على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، كذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة. كما اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لا سيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة خفض التصعيد بقطاع غزة، فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. جاء ذلك خلال استقبال سيادته وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا. وتوافق الرئيس السيسي ووزيرة خارجية فرنسا بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع. في اجتماع آخر بحث الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس محاور مشروعات الهيئة وتحديث أسطولها البحرية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين السيد الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية. وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي بحكمة ومسؤولية من مختلف جوانبه السياسية والإنسانية. وتم التوافق بشأن خطورة الوضع الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني.
وقد أشار السيد الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشددا في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023 الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى حوالي 26,000 سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق بنسبة 34.7% لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار. وقد شهد الاجتماع أيضاً استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات وكركات حفر، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المواطنين. عقد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عقد جلسة مباحثات ثنائية عقبها اجتماع ثنائي مغلق. يأتي ذلك في إطار التحركات المكثفة والجهود المشتركة التي تستهدف وقف التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني وتغليب مسار التهدئة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني. إلى ذلك أكد وزير الخارجية سامح شكري لنظيرته الفرنسية كاترين كولونا رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيرته الفرنسية شدد شكري على ضرورة العمل على توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث أكدت على تكثيف مصر لاتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية واحتواء الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن السيطرة. وشددت على رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا أو بالتهجير، كما أكدت على أهمية السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتسيير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة. كما أكد الوزير شكري أنه اتفق مع نظيرته الفرنسية على العمل لوقف دائرة العنف والتصعيد في غزة لمنع انزلاق المنطقة إلى تداعيات خطيرة. أضاف شكري أنه يجب التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. اتفقنا على ضرورة مواصلة العمل من أجل الوقف الفوري للعنف والتصعيد والعودة لمسار التهدئة وفتح أفاق للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة الآلاف المدنيين للخطر،
وذلك في إطار التنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي أو في مختلف الأطر ذات الصلة مثل إطار مجموعة ميونخ. وأكدت لمعالي الوزيرة على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبها أكدت الوزيرة الفرنسية أن السلام هو الذي سيضمن الأمن المستدام للجميع. وأضافت الوزيرة أن فرنسا من الدول التي تدعم مصر في جهودها، مؤكدة أن بلادها ترحب بالمبادرة المصرية الداعية لعقد مؤتمر دولي حول الوضع بقطاع غزة. إذن إضافة إلى الحالة الطارئة حاليا يجب إعادة فتح أفق سياسي حتى أو وخاصة في هذه الأوقات التي نرى فيها أن الوضع متطاير ومتقلب جدا. فرنسا سوف تعمل في هذا الاتجاه، وهذه مسؤولية كل المجتمع الدولي للعمل بهذا الاتجاه. ولهذا ترحب فرنسا بمبادرة مصر بعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بات ضرورة لا غنى عنها في ظل الوضع المؤسف والمأساوي راهن. جاء ذلك خلال تلقي شكري اتصالا هاتفيا من نظيره السوري فيصل المقداد حول التصعيد الجاري في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تلقى شكري اتصالا من نظيره الصيني وانغ يي حول الوضع المتأزم في قطاع غزة وسبل تنسيق جهود التهدئة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، حيث استعرض شكري الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل خفض التصعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي. أؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإدارة الأمريكية تقدر جهود القيادة المصرية لتقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة. وأكد بلينكن أن واشنطن تعمل على منع اتساع نطاق الأزمة الراهنة أو امتدادها إلى مناطق أخرى وضمان أمن وسلامة المدنيين بإبعاد دائرة الأذى عنهم وضمان المساعدات التي يحتاجونها. وأضاف بلينكن أنه عقد محادثات هامة في المنطقة تبادل فيها الرؤى مع قادتها في هذا الشأن، تم فيها إدانة العنف والتصعيد والعمل على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة. إلى ذلك تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة حيث تستهدف مناطق متفرقة من القطاع. هذا وقد ارتفعت حصيلة شهداء الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى نحو 2808، فضلا عن ارتفاع عدد المصابين إلى 10950، وذلك منذ 7 أكتوبر الجاري. أعلنت الأمم المتحدة تسجيل 48 هجمة على المنشآت الصحية واستهداف الأطقم الطبية منذ بداية القصف الإسرائيلي على غزة. قالت الأمم المتحدة في تقرير إنساني لها
إن الهجمات أسفرت عن استشهاد 12 عاملا صحيا وإصابة 20 آخرين أثناء أداء الواجب، إلى جانب استشهاد حوالي 12 من موظفي الأونروا. في خضم التصعيد الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، يعاني القطاع الصحي أزمات عدة لا تقتصر فقط على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ليتجاوز الأمر ذلك إلى تعرض المنشآت الطبية نفسها للقصف. بحسب الأمم المتحدة، فقد سجل نظام مراقبة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية منذ بداية القصف الإسرائيلي على غزة 48 هجمة. وفي تقرير إنساني لها، أعلنت الأمم المتحدة أن الهجمات شملت استشهاد 12 عاملا صحيا وإصابة آخرين أثناء أداء واجبهم الإنساني، كما استشهد حوالي 12 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. في الضفة الغربية، وثقت منظمة الصحة العالمية 63 هجوما على المرافق الصحية، بما في ذلك عرقلة تقديم الرعاية الصحية والعنف الجسدي تجاه الفرق الصحية، فضلا عن احتجاز العاملين في مجال الصحة ومركبات الإسعاف. فيش كهرب بالمرة، المواتير البديلة هذه فيش شيء، انترنت فيش شيء، الوضع كارث عندنا. في عندك مشكلة كهرب، في عندك مشكلة مي، في عندك مشكلة يعني أزمات بشكل مش طبيعي، حالة ميؤوس منها. الأمم المتحدة أكدت في تقريرها أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهوا قيودا كبيرة على تقديم المساعدات الإنسانية بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة، هذا إلى جانب نقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية والمواد الأساسية الأخرى التي تعاني منها غزة بالفعل. وكالة الأونروا حذرت من أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. وقال المفوض العام للوكالة فليب لازار إنه لم يسمح بدخول قطرة ماء واحدة ولا حبة قمح واحدة ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية. مياه الشرب ومياه الاستخدام الصحي كلها أغلب المحطات مسكرة بسبب أزمة المياه في قطاع غزة، سواء مياه حلوة للشرب أو مياه مالحة. غزة يتم خنقها من جانب الاحتلال الإسرائيلي، فالحس الإنساني غاب في هذه الحرب، إذ لا يواجه الفلسطينيون قصفا ونيرانا فحسب، بل تخطى الأمر ذلك إلى حرمانهم من أبسط حقوق الحياة. في المقابل، ارتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 1400 منذ 7 من أكتوبر الجاري. هذا وأكدت سلطات الاحتلال أن من بين القتلى ما لا يقل عن 291 جندية. يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3968، بينهم المئات في حالة حرجة. هذا وأقر الجيش الإسرائيلي بوجود 199 إسرائيليا في قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطة لإجلاء سكان المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية بعد إغلاق المنطقة إثر تصاعد التوتر، وذلك خلال الأيام الماضية. كان عدد كبير من السكان قد غادر المنطقة بعدما أدى إطلاق النار المتكرر عبر الحدود في الأيام الأخيرة إلى مقتل أشخاص على جانبي الحدود، وخشية من التوسع في التصعيد في غزة الذي يطال الجبهة الشمالية. أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن موقف القيادة الفلسطينية الرافض للتهجير القسري للمواطنين خارج وطنهم، كما أكد على ضرورة حماية المدنيين في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماعه في رام الله مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط تور وينسلاند، وذلك لبحث سبل التهدئة والإنهاء الفوري للعدوان الإسرائيلي. أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للقطاع من خلال فتح ممرات آمنة لإدخال المواد الغذائية والطبية والأدوية وإعادة المياه والكهرباء. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إن إسرائيل تستهدف المدنيين، لافتا إلى أن الحصار الذي تقوم به الهدف منه القتل الجماعي والتشريد الجماعي. وحذر شتية خلال اجتماع لمجلس الوزراء من الأمر العسكري الإسرائيلي الرامي إلى تهجير السكان من قطاع غزة وصناعة نكبة جديدة. إسرائيل تستهدف المدنيين، هذا الحصار الهدف منه القتل الجماعي والتشريد الجماعي. أكثر من 2808 شهداء
وأكثر من 11 ألف جريح. هؤلاء أناس لكل منهم قصة وحياة، وأبناء شعب حضاري له تاريخ ومستقبل، وليسوا حيوانات بشرية كما يتبجح قادة الاحتلال. ولكن شعبنا لن يستسلم. يحذر مجلس الوزراء من الأمر العسكري الرامي لتهجير أهلنا في قطاع غزة وصناعة نكبة جديدة، ونؤكد أن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهاجر منها مهما غلت التضحيات، وأنه قادر على مواجهتها وإفشالها كما أفشل العديد من المشاريع التصفوية والتوطين على طول حقب النضال الماضية. المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ومنازلهم ومنع تهجيرهم. مطلوب من الأمم المتحدة على الأقل حماية موظفيها، حيث قتل أكثر من 30 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. عقدت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي المؤتمر الصحفي الأول للجنة رصد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. ورصدت اللجنة عددا من التجاوزات للإعلام الغربي خلال تغطيته للحرب على غزة وعمليات المقاومة. كذلك أكدت على وجود ممارسات غير مهنية لوسائل الإعلام الغربية إلى جانب انحياز واضح للجانب الإسرائيلي وتقديم وجهة نظر واحدة. أني الله الشهادة. ما فيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهرة هي شايفة معها ورد مسجدها. نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مطلع وجود استجابة كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل. هذا ونفى مصدر مطلع ما تردد من أنباء حول توصل اتفاق لتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات التي أرسلتها مصر وعدة دول عربية ومنظمات دولية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. نجدد عليكم التحية مشاهدينا، ونستكمل معكم تطورات التصعيد الدائر في قطاع غزة، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق. كما حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جرافيس من العواقب الوخيمة على قطاع غزة مع نفادي كل الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه والغذاء والدواء. من جهته قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة في غزة أصبحوا غير قادرين على توفير المساعدة الإنسانية لسكان القطاع. أعلنت وزارة الصحة استعدادها للتعامل مع تداعيات الأزمة في قطاع غزة من خلال توفير مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وأكياس الدم والبلازما. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة والسكان مع وكلاء الوزارة ورؤساء غرف الأزمات في محافظات القاهرة والجيزة وشمال سيناء، بالإضافة إلى محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. هذا واستمع وزير الصحة إلى عرض من رئيس هيئة الإسعاف عن خطة الهيئة للتعامل مع أي تطورات طبية بسبب تداعيات الأحداث. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي
بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة. في الأثناء تواصل مستشفيات شمال سيناء رفع درجة الاستعداد وتفعيل إدارة الأزمات، وذلك لاستقبال الحالات من قطاع غزة. وقامت الدولة بدعم مستشفيات محافظة شمال سيناء بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب الاستفادة من أطباء الجامعات المصرية، كما تم وقف إجازات الأطباء والتمريض ورفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين. في تضامن شعبي واسع مع معاناة الأشقاء في قطاع غزة، تم تنظيم حملات للتبرع بالدم بمحافظات الجمهورية لصالح الشعب الفلسطيني، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. جاءت الحملات تحت شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث أعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، ذلك ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت الجمعة الماضية في كافة محافظات الجمهورية. المبادرة دي بتستهدف بالأخص الطلاب. الحقيقة احنا انبهرنا بالرد الفعل الطلبة لما عرفوا ان في مبادرة زي كده لمساندة اخوانهم في فلسطين. من بدري جدا هم متواجدين، بصراحة مش ملحقين ان احنا ناخد اكياس، بفضل ربنا الحمد لله وصلنا دلوقتي ل 103 كيس، ولسه في باقي الشباب بيتوافدوا. حابب اشكر طبعا الجامعة وانها وفرت لنا فرصة زي ديت ان احنا نقدر نساعد اخواتنا في غزة وفلسطين وكده، فالحمد لله يعني قدرنا نتبرع، دي مساهمة بسيطة يعني من الدولة ومننا. مشاهدينا، للمزيد من التحليل والمتابعة حول الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. سيد صلاح، رحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. يعني لازالت الاتصالات، اللقاءات التي يتلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعقدها بشكل متواصل بشكل مكثف للتوصل للتهدئة في قطاع غزة، ستكلل بعقد مؤتمر دولي السبت المقبل بدعوة رئاسية. كيف تقرأ المشهد؟ كيف تقرأ جهود القيادة السياسية المصرية في هذا الشأن؟ هو طبعا القيادة المصرية دائما وأبدا ما تبذل جهودها لتهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة منذ بدأت هذه الحملة الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. والرئيس عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا في بذل الكثير من الجهد من أجل عدم تصعيد الأمور وحتى لا تتفاقم الأوضاع أكثر من ذلك. أيضا الرئيس أجرى العديد من الاتصالات، كما تلقى الكثير من الاتصالات من عدد من قادة العالم وعرض عليهم الموقف المصري. الرئيس شرح وجهة النظر المصرية التي تتمحور حول ضرورة إيجاد حل جذري للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. الرئيس رأى أن حل هذه الأزمة يتبلور في ضرورة حل الدولتين باعتباره هو الحل الأمثل لحل هذه القضية حلا جذريا. الإدارة المصرية منذ بدأت هذه الأزمة وهي مستمرة في اتصالاتها وعقد الكثير من اللقاءات مع العديد من الأطراف الدولية والمحلية والإقليمية المؤثرة حتى لا تتصاعد وتتفاقم الأمور أكثر من ذلك، لأنه إذا ما تصاعدت الأمور لن يعني يقتصر الأمر فقط على التوتر الحادث الآن بين إسرائيل والقطاع غزة، لكن قد تمتد آثاره إلى دول أخرى وإلى مناطق أخرى، وهو قد يحدث بعده ما لا يحمد عقباه. فالقيادة المصرية دائما ما تبادر إلى أخذ زمام المبادرة بما لديها من علاقات واتصالات بالكثير من الأطراف حتى لا تتصاعد الأمور أكثر من ذلك. وجدنا يعني رسائل غاية في القوة في لقاء فخامة الرئيس بالأمس مع أنتوني بلينكين. أستاذ صلاح، يعني الأجهزة الأمنية، لو تحدثنا يعني على الصعيد الداخلي، الأجهزة الأمنية أو التنفيذية مستنفرة بشكل كامل للتعامل مع تداعيات الأزمة في القطاع. هناك حركة يعني حثيثة على معبر رفح لاستقبال المساعدات، وأيضا استعداد كامل من قبل وزارة الصحة كما تابعنا الأخبار يعني للتعامل مع هذه التداعيات.
كيف ترى ذلك؟ هو طبعا باللقاء الذي يعني حدث بالأمس بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الرئيس واضحا للغاية بأن الأمن المصري، الأمن القومي المصري هو خط أحمر. صحيح. لن تسمح مصر، لن تسمح الإدارة المصرية والقيادة المصرية بأي تجاوز للأمن القومي المصري، وهو بالفعل خط أحمر للقيادة المصرية. أعتقد أن الرسالة كانت واضحة لوزير الخارجية الأمريكية، إلى جانب أنه الرئيس عبر عن مطالب مصر وسياسة مصر تجاه هذه الأزمة حتى لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك. الرئيس رأى أن الإجراءات الإسرائيلية فاقت الوصف، وأن التجاوز في استخدام القوة يعني أصبح الآن يدار منه المدنيين. الرئيس أيضا عبر عن سياسة مصر التي تدعو إلى حفظ أمن المدنيين من الجانبين، وأن مصر دائما ما تنادي بعدم تصعيد الأمور أكثر من ذلك. نعم. الرسالة كانت واضحة وكانت قوية للغاية. القيادة المصرية أيضا وجهت بضرورة توجه المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. طالبت مصر بضرورة فتح معبر رفح من الاتجاه الفلسطيني لدخول المساعدات الإغاثية في المقام الأول، وحتى يسمح للأجانب حاملي جوازات سفر الأجنبية بالدخول عبر هذا المنفذ والسفر إلى بلدانهم. أيضا القيادة المصرية عبرت عن يعني وجهة النظر المصرية بضرورة منع هذا الأمر والعمل على حلول جذرية للصراع العربي الإسرائيلي والالتزام بحل الدولتين باعتباره هو الركيزة الأساسية لحل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي. نعم، أستاذ صلاح، يعني على المستوى الشعبي هناك زخم، هناك حملات كبيرة منذ بداية الأزمة، لازالت هذه الحملات متواصلة. نتحدث هنا مثلا عن الحملات الجارية للتبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين، كيف ترى هذا الدعم الشعبي المصري للقضية الفلسطينية؟ هو طبعا الشعب المصري عندما يعني يكون هناك حاجة لتقديم الدعم للأشقاء في أي قطر عربي يسارع على الفور، ورأينا حجم المساندة الشعبية والإقبال الشعبي للتبرع بالدم للأشقاء في قطاع غزة. أعتقد أنه منذ يوم الجمعة وحتى الآن كل المصريين يعني استنفروا حتى يتبرعوا بالدماء لأشقائهم الفلسطينيين. أيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي سارع بتقديم المعونات والشاحنات التي توجهت إلى رفح الآن محملة بآلاف الأطنان من العتاد الغذائي والطبي وغيره من المستلزمات التي يحتاج إليها أهل قطاع غزة. فأعتقد أن الجهد المصري في هذا المجال يعني لا يمكن أن يتخلى الشعب المصري عن مساندة أي شقيق يطلب منه الدعم حتى دون أن يطلب الأشقاء في فلسطين. سارع الشعب المصري لتقديم كل ما بيده سواء من الإسهام بالدم أو الإسهام بتقديم المعونات الغذائية والغاثية وحتى بالمال. فأعتقد أنه ليس غريبا على الشعب المصري هذه المبادرات الإنسانية، ومصر دائما ما تقف إلى جوار شقيقتها العربيات عندما يحتاجون إلى دعمها وإلى تقديم يد العون والإغاثة في مثل هذه الظروف الصعبة. شكرا جزيلا سيد صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا، حيث بحث الاتصال الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة والجهود التي تقوم بها مصر سياسيا لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل الأزمة أو على المسار الإنساني لتسهيل وصول المساعدات. نشرة السادسة الإخبارية مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. نيابة عن الرئيس السيسي، مدبولي يشارك غدا في منتدى الحزام والطريق لتعاون دولي بالصين ويوقع عددا من الاتفاقات على هامشها.
يشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والمنعقد في بكين على مدار يومين، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ينعقد المنتدى تحت شعار التعاون على الجودة للحزام والطريق معا من أجل التنمية المشتركة والازدهار. هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، كما سيعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاق إطاري بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، ذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والمقرر انطلاقها غدا الثلاثاء في بكين. يستهدف الاتفاق الإطاري تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة، وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران في مصر، حيث يهدف ذلك المشروع إلى أن يكون امتدادا للمطار الحالي من خلال إنشاء مبنى للركاب يستوعب حجم الركاب المقترح. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عدد من الاتفاقات بين الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة. يستهدف الاتفاق الإطاري الأول تجديد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، بينما يستهدف الاتفاق الإطاري الثاني تطوير مطار القاهرة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة، وكذلك تنمية قطاع السياحة والطيران في مصر. جاء ذلك على هامش حضور رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين. أكد وزير الخارجية سامح شكري انفتاح مصر الدائم على التنسيق ما بين مسار دول الجوار وكافة الآليات والجهود الأخرى لتسوية أزمات القارة. وخلال استقباله رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، رحب شكري بانعقاد اجتماع المبعوثين الخاصين لرئيس المفوضية في مصر، مثمنا أهميتها في التشاور بشكل موسع بشأن قضايا السلم والأمن في القارة. من جانبه أشاد فقيه بالتعاون والتشاور المستمرين مع مصر في قضايا الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بأولويات دول القارة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لم تعترض على إنهاء الصراع مع أوكرانيا بالطرق السلمية، مؤكدا ضرورة أن تعلن كييف استعدادها لذلك. وأضاف الرئيس الروسي أن تورط كييف في الناتو والفشل في تنفيذ اتفاق مينسك 2 من أسباب تصعيد الصراع الأوكراني، مشددا على أن بلاده لم تعترض أبدا على التسوية سلميا. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة المبدئية لأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024. وضمت القائمة كلا من المرشح عبد الفتاح السيسي الذي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب 1,130,105 نماذج تأييد من المواطنين، وذلك بمختلف المحافظات. وأيضا المرشح فريد زهران الذي قدم 30 تزكية نيابة، والمرشح عبد السند يمامة الذي قدم 27 تزكية نيابية، والمرشح حازم عمر الذي قدم 46 تزكية نيابية، بالإضافة إلى 68,071 نموذج تأييد. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، والذي أكد أن للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي دور مشهود في عودة الحياة للمجتمع المدني ومؤسساته، إذ جعل عام 2022 للمجتمع المدني، مضيفاً أن الحوار الوطني شمل ضمن مخرجاته إنشاء قانون عمل موحد للعمل التطوعي وتطوير البرامج التعاونية والثقافية لنشر الفكر التعاوني. من جهته ثمن وفد الاتحاد دور القيادة السياسية في دعم العمل الأهلي التنموي. قام وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران رئيس الحزب والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قام بزيارة مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة للتعبير عن تضامن الحزب الكامل مع الشعب الفلسطيني. وأبدأ السفير الفلسطيني ترحيبه بقيادات الحزب موجها الشكر لهم على مشاعر التضامن من كافة مكونات الشعب المصري في مقدمتهم الأحزاب السياسية، كما أثنى على الدور الذي قام به الحزب سواء في الأوضاع الحالية أو السابقة من خلال الاتصالات والزيارات المكثفة مع الأحزاب والسفارات الأوروبية للتعبير عن تطورات القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها. في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة ذوي الهمم، شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين استمرارا للتيسيرات التي تقدم لهم في كافة المواقع الشرطية والخدمات المقدمة بداخلها. دائما ما تقدم وزارة الداخلية الدعم لأصحاب الهمم في كل المناسبات ومشاركتهم كافة الاحتفالات. من هذا المنطلق شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، حيث قامت كافة قطاعات الوزارة بالاحتفال بهذه المناسبة بتقديم الدعم والمساعدة والتيسيرات لهم ومنحهم هدايا أدخلت الفرحة في نفوسهم. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلو أكون بينكم وليا وجود. احتفالية جميلة جدا بتنظمها وزارة الداخلية على مدار كام سنة فاتت، ودي انطلاق من مبادرة سيادة الرئيس رفقاء قادرون باختلاف، اللي أوصى فيها بأن يكون في تعامل مع ذوي الهمم. اليوم ده بيبقى بمثابة عيد بالنسبة لهم، لأنهم بيرجعوا منه مبسوطين جدا، فأنا سعيدة النهاردة بتواجدي معاهم، وشكرا لوزارة الداخلية. شكرا. سعيد أن أنا جيت هنا النهاردة وجيت هنا عشان أتفسح في المكان الجميل دوت. أنا مبسوط جدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرم المكفوفين وخدونا في جولة نيلية، وأنا اتبسطت جدا. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلو أكون بينكم وليا وجود. أنا النور اللي جوايا ينور ليكم. تنوعت مشاركات وزارة الداخلية في الاحتفالات، حيث تم تنظيم زيارات لمدارس المكفوفين بمختلف المحافظات ودور رعاية الأيتام المكفوفين وإهدائهم العصا البيضاء التي تمثل قيمة كبيرة لهم، فهي عيونهم التي يشاهدون بها ودلالة على الاعتماد على أنفسهم. بنشكر وزارة الداخلية على الكتاب اللي سلمته لنا النهاردة، وده دليل لخدمات الشرطة عن طريق برايل عشان يساعد الولاد لمعرفة أي حاجة هم محتاجينها من خدمات الشرطة، ودايما هم راعين ليهم ودايما سباقين بالخير
لذوي الإعاقة. حابة أشكر رجال الشرطة على كل اللي بيقدموا لينا من هدايا وحفلات وغيره من الحاجات دي كتير، ودايما مسلطين الضوء علينا إحنا كذوي إعاقة بصرية. وأنا مبسوط جدا جدا إن هم جم هنا المدرسة، وأحب أقول لهم شكرا لكم. أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها ودان. أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة. وقام وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية المكفوفين المصرية والمركز النموذجي للمكفوفين بزيارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم. أنا سعيد جدا جدا إن أنا في هذا الملتقى بنبقى حاسين ان احنا لدينا اهتمام، لدينا اهتمامات بيتم تلبيتها. سعداء جدا ان وزارة الداخلية كمان بتنفذ تعليمات رئاسة الجمهورية في الاحتواء والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وزارة الداخلية سباقة من الوزارات الأولى اللي هي بتشارك ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. رؤية مصر 2030 لن تتحقق إلا بالتكاتف كل الجهات المعنية. النهاردة وزارة الداخلية ليها دور كبير في هذا الإطار، دور عظيم ودور ريادي بنفخر به. هي دي الدولة المصرية الكبيرة التي نحلم بها جميعا من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة. أنا رسالة هكذا تعمل وزارة الداخلية باستمرار على تقديم الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الهمم في كافة المواقع الشرطية ومشاركتهم لاحتفالات مختلفة في إطار من احترام حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج للعام 1445 هجرية الموافق 2024 ميلاديا، ذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 21 من أكتوبر وحتى يوم الاثنين الموافق 6 من نوفمبر. لبيك اللهم لبيك. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري، وتعلن عن بدء تلقي طلبات آداء فريضة الحج لعام 1445 هجرية 2024 ميلادية. التقديم اعتبارا من السبت 21 من أكتوبر 2023 حتى الاثنين 6 من نوفمبر 2023 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك. سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن وفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية. يقتصر آداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له آداء فريضة الحج، وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقاً للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت. والآن مع أخبار الاقتصاد. نعم، ينضم إلينا فيها الزميل مصطفى ميزار. كمصطفى شكرا رجائي، شكرا هبة. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن توطين وزيادة قاعدة التصنيع المحلي للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز يعد من الدعائم الرئيسية للانتهاء من المشروعات الاستراتيجية والحيوية التي ينفذها قطاع البترول في الطاقات المحددة. تصريحات الملا جاءت خلال تفقده لسير العمل بالورش المركزية لتصنيع المعدات الاستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة بتروجيت ومتابعة واستعراض نتائج تطوير ورش تصنيع المعدات لتعظيم المنتج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج. أضاف الملا أن قطاع البترول حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلي اللازم لتنفيذ المشروعات البترولية والقومية الجديدة. أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيلها تجريبيا في نوفمبر الماضي وافتتاحها وتشغيلها رسميا في منتصف يونيو الماضي. أشارت الهيئة في بيان لها إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات. يذكر أن هذا الميناء يمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ويساهم في منع تكدس الحاويات في الموانئ البحرية من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات كلية بلغت ما يقرب من 3.9 مليار جنيه. هذا وقد ربح فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق رابحة 61 مليار جنيه، وارتفع مؤشر إيجيكس 30 بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 21,232 نقطة ليصل إلى مستوى قياسي جديد. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة AGX 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 3807 نقاط. هذا وصعد مؤشر AGX 100 الأوسع نطاقا بما نسبته 2.37% ليغلق عند مستوى 5778 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتنحسر ونسبيا موجة صعود خلال الأيام الماضية في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات التصعيد في الأراضي المحتلة. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بنسبة 0.4% لتصل إلى 90 دولار و55 سنتا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب 0.5% لتصل إلى 87 دولار و28 سنتا للبرميل. كان الخامان صاعدا بنحو 6% في آخر تداولتهما الرسمية في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ إبريل الماضي. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. في نشرة السادسة نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع رجاء وهبة. أشكرك مصطفى. مشاهدينا بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية والجولة الأخبارية. لم يتبقى فيها إلا تذكرة لأبرز ما جاء فيها العناوين. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يبحثان مستجدات تصعيد الراهن على قطاع غزة ويتوافقان على ضرورة تغليب مسار التهدئة. وزيرة خارجية فرنسا ترحب بمبادرة مصر لعقد مؤتمر دولي حول الوضع بقطاع غزة، وبلينكين يشيد بجاهزية القاهرة لتقديم الدعم الإنساني للقطاع. تواصل الغارات المكثفة على قطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 2800 شهيد، والاحتلال يقر بوجود نحو 200 أسير إسرائيلي في القطاع. نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. في تمام التاسعة جولة إخبارية مجددة إلى الملتقى.